السلام عليكم وشكرا على الاستضافة في شرقتي. سيدة بوزارة، ممكن تحدثينا على التجربة نتاعك، كيفاش بدات مع محو الأمية؟ هذه محوي الأمية، أنا كنت ساكنة شوية بعيدة على المدرسة، ما نقدرش نروح لآخر الظروف كما قال ذاك، ما نقدرش نروح نقرأ. ومن بعد كي فتحوا لنا هذه تاع محوي الأمية ودخلت، جاو هذوك الأستاذات جاو يدقدقوا على البيبان يحوسوا لي يقراو. انا حبيت نقرا انا واختي، قلنا لهم ايه ندخلوا. من بعد دخلنا للمدرسه ولا الحارس قالنا على جالكم نقعد لهنايا، ما كاش انسان واش نقري واش نقعد معكم نتوما. ومن بعد الاستاذه تاعنا كانت تجي يقول لنا لا شوفوا لنا البنات، وليت ندقدق من الباب الباب كيما الاستاذه، نقول لهم اذا تدخلوا نقرا، وحبيت نقرا انا، هذه القرايه قعدت لي في قلبي من صغري، حبيت نقرا. نقول لهم نروح نقرا. من بعد اختي كي تجي من ليكم نقولها روحي اختي وري لي واش قريتي، تعاود لنا ونعاودو موراها. حبيت انا نقرا القران، على جال القران اختي كي تعلمت شويه القران ولات توري لنا لهذوك الصور الصغار، حفزاتك؟ ايه حفظت القران وبديت نصلي في 13 سنه، بديت صلاه خاطرش اختي علمتني القران، وهذيك النقطه تاع القرايه وقعدت لي في قلبي. وقت اللي فتحوا لنا محوي الاميه ودخلت الحمد لله، كنت انا المتفوقه في القسم. الله يبارك يسلمك. وداروا لنا الاخر وجابوا ليك واسمه القصيده تاع العلامه عبد الحميد بن باديس، هذه في البدايه سنه اولى وقريتها صورت. كيف كان احساسك؟ اي كان الاحساس تاعي مانيش عارف، كيما قالوا العلم نور والجهل ظلام.